بك الاستاذه حليمه مزين. الله يحفظك بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم الجزائر. ميرسي بارك الله فيك. في المغرب الرائع. وانت مرحبا بالبلد ديالك ثاني. الله يحفظك بارك الله فيك. ميرسي بوكو. استاذه حليمه، اذا اولا نتكلموا على اللقب ديال الزهواني. شرحي لنا الزهواني من جد. زهواني باسكو بون سي 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 ان ايديتور الله يذكره على خير، نحيوه على هذا المنبر. كان انسان يشوفني بدا غير الضحكه وخارجه ونزقي كان انتي كاع العام هكا زهواني كاع ما تزعفيش كاش نهار ولا قلت انا الزعف لابد منه، بصح الانسان يكون راحت فيا الزهواني. الزهواني من تما فوالا من تما كاينه الداد. واخا الفنانه الزهوانيه بدات في 1981 شنو حققت الزهوانيه في هذه المسيره الفنيه ديالها؟ والله الحظيم سي با فاسيل، سي با فاسيل، سي سي لا في دارتيست سي با ايفيدون. راك عارف الفنان ما يقولش صافي وصلت، مادام يشوف فيها الدنيا مادام يزيد يتعلم، مادام يزيد يتعلم ما تقولش صافي راني لحقت وراني منا وراني منا، باسكو يا بوكو تشوز اللي مازلت ما عرفتهمش مالغري وصلنا لهاد الشهره عالميا والحمد لله كان كسبنا جمهور ودرنا ان دوزيام فامي. انا الببليك تاعي سي ما دوزيام فامي، سي ما دوزيام فامي، كان عندي عائلتي تاع الدار وعندي الببليك ديالي هو تاني اللي نقدروا اللي وصلنا لهذا القيس، باسكو سي سي با لو بيبليك ما تكونش واصل لهذا الوقت، باسكو الجمهور هو اللي يعطيك واحد الشجاعه كي تشوف كاع الشعب يبغيك والشعب كله يقرا لك واش باغي توجد تزيد انت انكور بليس اون بليس. والحمد لله لحقنا لهذا الوقت، الحمد لله نحمدك الله ونشكرك، وانايا اللي فريمون نتعب على الجمهور تاعي باش نشوفه باش نوصل له باش ندير طياره مع طياره ترا مع ترا باش نلحق ما نخليش الببليك يستنى. والحمد لله نتمنى النجاح لكل كل فنان. واخا استاذه كلمه تخليها التاريخ، كلمه تخليها التاريخ. انا والله العظيم راني نعاود لك ونقول لك الجمهور اللي خلاني وصلني حتى لهذا الوقت، حتى لهذا الوقت. ممكن تخلي للتاريخ الزهواني شنو ممكن تقول التاريخ ما بعد الاجيال اللي جايه؟ انا جايتك، انا هي الاولى اللي نحيي الجمهور، هذه الاولى. والتاريخ تاعي ان شاء الله اوني اون تران دو بريباري، باسكو موا جو ترافاي بوكو افيك لي رابور. عندي مشاريع كبيره مع لي رابور. شفت كل شيء تبدل دروك، تبع لي جان، تبع دير الراب، تبع الحمد لله الحمد لله. وان شاء الله ما تكونش ما نكونوش تقال على الجمهور، على الببليك، على الشعب ديالك، تكون خفيف وتكون باش يحبوك يوصلوك لهذه الدرجه اللي قتبين لهم، اللي قتبين لهم. وانا شاك فوا عندي ان مورسو مع لي رابور، شاك فوا ندير ان مورسو افيك لي رابور. درت وليده نزيل، مكبوكورا، ماجيك سيستيم، لالجيرينو، تينيزيانو، توت لي رابور، كاع لي رابور خدمت معاهم، حطيت معاهم اغنيه 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 اغنيه، والحمد لله حتى لهذ الدرجه، حتى لهذ الوقت الحمد لله. وعلى ذكر الجيل الصعيد، شنو ممكن شي نصيحه تعطيه؟ بعد ما تخدمي شنو هو النصيحه الاولى اللي ممكن تعطيها الجيل الصعيد في الراب؟ والله كل واحد يؤدي اللون ديالو. احنا انا نظن باللي سي با ماهوش هو، باسكو هو غنى، سي البيبليك اللي يسمع، الجمهور هو اللي يسمع، هو غنى برك، باسكو لاختيس يمد رساله، والرساله هذيك اللي تكون شويه تكون فيها واحد. احنا بون ما نقدرش انا نحكم كاع الفنانين، باسكو يا دي بون يا دي موفي، وكل واحد وكيفاش يخدم وكل واحد كيفاش ينظم. واحد كيكون صغير كاع لابد يغلط، كاع لابد يقول، بصح ان سيغتان مومون مادام راك في الفن، مادام الا تنظم دير تنظيم للفن ديالك باش الناس تقدرك وتحترمك. شكرا لك. ميرسي بوكو، واسمح لي على هذا، اسمح لي على هذا
الساعة اللي خليتك تستنى فيها. مرحبا بك. والله اسمح لي اسمح لي اسمح لي نشكرك بزاف. نخليك كلمة أخيرة أستاذ حليمة على سكي كونسير فيستيفال انترناسيونال دو راك، شنو ممكن تقولي؟ هذا لو فيستيفال سي لا ديزيام اني. عشر سنين عندها وما شاء الله هذا المهرجان كل ما يديروه كل ما ينظموه. نشكر دكتور عمارة اللي بدا وقف على هذا المهرجان، السعداء ديالو، الناس اللي ساهموا معاه. احنا ديجا احنا كاع لي زارتيست على الراي ولا اللي جاوا من بعيد ولا كيجوا يقول لك سيتي مانيفيك ما شاء الله، كان لقاء حار لا مع لي جورناليست لا مع التصوير لا مع الناس. يقول لك زعما كاينه فريمون، شفت كيفاش يتعاملوا معاهم لاكوي لي شالوغوز. والحمد لله انا 10 وانا خدامه معاهم. طوب هذيك نعاودوها. شكرا. ميرسي. تنشكرك ميرسي استاذه حليمه. ميرسي. ميرسي.